بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد آله الطيبين الطاهرين. صبحكم الله بالخير وجمعتكم مباركة، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يوم الجمعة الصباح الساعة تقريبا 8:30 رحت على السوق واخذت لي حب حق الزيبرا واليمام الملكي، اخذت 3 كيلو مخلوط، فيه بر الدخن 3 انواع ابيض واحمر وبني، يعني منوع، وفيه شوي بر له الحنطة، وفي الفيتامينات هذه، يقولون فيتامينات عاد ما ندري، المهم هذا الموجود في السوق وأفضل شيء. أخذت 3 كيلو. طبعا عندنا إنتاج، فقلت أجيب لهم أكل طيب عشان يساعد الفراخ على النمو. الباقي عندي تقريبا 2 كيلو دخن صافي، شوي وندخل داخل ان شاء الله. بكرة يوم السبت راح ننظف المحمية قبل ما ادخل. هذا الكناري راح ينباع، الثاني اتوقع راح اخليه. هذا مكان الدجاج، بعناهم الله يبارك اللي اخذهم. طبعا ما كان لي رغبة في البيع، لكن صراحة شوي ضايقني مع الجيران، يعني ما اشتكوا، يعني الحمد لله جيراننا طيبين وهذا، بس الواحد يستحي يعني ما يأذي جاره، يعني يجي على الورود هنا. استحيت صراحة. عرضت البيع، جاني شخص أخذه الله يبارك له، جاني البارح في الليل. أبا أركز على المحمية، أخلي كل شغلي عليها. الحمد لله الإنتاج ما شاء الله ممتاز جدا، كلهم بيضوا. باقي عندي السوبر جامبو، السوبر جامبو هو الوحيد اللي ما تأكدت إنه بار، الباقي كلهم شيكت فيه بيض بالعشوش، 6 أجود، السابع اللي هو السوبر جامبو باقي ما تأكدت. بكرة بننظف الموية ونغيرها، بننظف الأرضية كلها كاملة. والله كريم، طبعا عندنا فروخ هنا، هذا أول زوج فقس، عندنا تقريبا 4 أو 5 فروخ، ما أقدر أصورهم صراحة، العش فتحته صغيرة، وإن شاء الله كلها كم من يوم يطلعون وتشوفونهم. نحط حب هنا، شيك وياكم على ايش السوبر جامبو، لسه ما في بيض هنا، طبعا في فروخ يمكن يبينون. ما يبينون الفرخ هذا طلع غريب، وش هذا اللي فيه؟ بعد صغير وش طيره؟ ما شاء الله هذا الانتاج. هذا واحد،
هذا الأب وهذا الأم، من هذا الصغير، الكبير موجود أكيد، الكبير هارب، هذا هو، هذا الكبير قدام في الزاوية، هذا العش عنده بيض الزيبرا، الأم جالسة على البيض، هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وعندنا الخامس فقس والسادس فقس، هذه ستة أجوز بيضت وجوزين فقسوا منهم، باقي عندنا السابع اللي هو سوبر جامبو لف العش واستقر في هالمحل، إن شاء الله ما يبيض بإذن الله. خلنا أشيك هالفرخ وأرجع العشة، باقي صغير بس كأنه شفت فيه وسخ. ايه في وسخ هنا تحت، اوقف الفيديو ونظف وارجع اصور لكم. نظفت بطنه كان جالس على وسخ، نظفت بطنه كان جالس على وسخ، بالنسبة للمخرج نظيف، ففي هنا وسخ الأب والأم. خلى بالعش يرجع، باقي صغير على الطيران، ولو نزل في الأرض ما هو زين له لأن الأرض باردة، تعرفون بلاط. هذا الأنثى سوبر جامبو إن شاء الله نات بيض، سوي لكم زوم على الطيور. الإمام الآن صار يبحث عن العشوش، فشلت العش اللي كان هنا الأبيض رفعته حطيته هنا، الأصفر هناك موجود، وأضفت هذا، هذا موجود، هذه ثلاثة، وهذا اللي فيه الفرق أربعة، احتمال أضيف هنا في الزاوية واحد، أو إني أحط لوح من هنا المنطقة هذه. يمر من هنا من عند اللوح هذا ويروح لما العش هذاك اللي هناك، المنطقة هذه ما هي ما في أي مشكلة لو أحط فيها أي شيء هناك، لأن هنا أنا أدخل وأتحرك في الجهة هذه على أساس تكون مجاثم للإمام الملكي يتزوجون عليها، وتكون أحط فيها عشوش، يعني احتمال أضيف عليها عشين، واحد هنا وواحد هناك، واحد يكون بالنص هنا واحد يكون بالنص هناك، ومنها بعد تكون قريبة من العش هذاك، لأن ما أشوف جاوة، ما جاوة على العش هذا اللي أنا حاطه هنا. ما شاء الله ما في خوف كثير مني، فان شاء الله اذا انتجوا وطلعت الفروخ كلها يعني ما في بيض وكبرت الفروخ شوي، ابى احاول اجوعهم واخليهم يجون على يدي ياكلون من يدي ان شاء الله. ما في عندنا جديد، ان شاء الله اصور لكم فيديو بعد يومين كذا. نتمنى من جميع الاشتراك بالقناة، التشجيع
سووا لنا لايك، في امان الله.